اكيد طبعا طوقل سعيد بالنتيجه دي اهاب، وبيتكلم ويعني بيقول شارف لعيبته، ويعني شكله خلاص واثق من نفسه ان هو بشكل كبير جدا موجود في دور الثمانيه بنسبه كبيره يا كابتن زي ما قلنا. وكالعاده لوكاكو هو محور الاسئله من صحيح. الصحفيين محور كل مباراه، دايما بعد كل مباراه بيتسال على لوكاكو الوضع ايه، الراجل بيتكلم. اعتقد ان الفتره الجايه يا كابتن ده هنشوفه العلاقه هتتحسن جدا بين توخيل وبين لوكاكو. هو حتى المح بشكل غير صريح ان هو هيكون المهاجم الرئيسي والصريح في امام ليفربول في ماتش نهائي كاس الرابطه يوم الاحد الجاي. اعتقد ان فعلا هيبدا بلوكاكو، وهو بيقول انا ريحته، هو بيعاني من ارهاق ذهني وارهاق بدني وجهد كبير بذله معانا في الماتشات اللي فاتت، كان بيبدا في معظم الماتشات قبل طبعا ما تحصل معاه المشكله. هيبدا بيه ماتش يوم الاحد، وهيكون لوكاكو اعتقد استوعب كمان الدرس من اللي حصل معاه الفتره اللي فاتت، وارسط هو من افضل ان هو لازم يلم الدنيا اللي عملها توخيل عشان يقدر يلعب. طيب هنروح لمباراه كمان كانت مهمه جدا جدا، كان طرفها احد طبعا الانديه الانجليزيه، وهي مباراه اتلتيكو مدريد امام المان يونايتد، والنتيجه 1-1. ايه رايك في ماتش؟ كان ماتش مثير جدا، ماتش جميل، انا اتفرجت على الماتش ده واستمتعت بيه. فرقه مانشستر يونايتد هي اللي عايزين نقف عندها شويه. الفرقه فعلا مدرب، اما تقدر تيجي تتكلم على فرقه وتقول ان مدرب كان الهجوم الفتره اللي فاتت على سولشاير، وان سولشاير مش قد كوكبه نجوم ومش قد الفرقه اللي معاه، يعني النجوم دايما لما يبقى النجوم اللي في الفرقه اعلى من المدرب بتبقى الموضوع صعب شويه، او حجمهم اكبر من المدرب، خاصه لما يبقى منهم نجم لعب مع سولشاير في ارض الملعب قبل كده كتير، زي رونالدو لعبوا لفتره من الفترات مع بعض في مانشستر يونايتد. كان سولشاير نقطه ضعف زي ما اتكلمنا فيها قبل كده هنا يا كابتن، نقطه ضعف في مانشستر. رالف رانجيك بدا خلاص يعرف كل حاجه في مانشستر يونايتد، بدا يمسك الفرقه بشكل قوي، بيقدم اداء مميز جدا مع الفريق. الفرقه امبارح حتى الاخطاء اللي وقع فيها اللي احنا هنتكلم فيها فنيا، يعني كان في خطا واضح عنده في الجبهه اليسرى، وكان هو هي تغييراته عمل الفرق بشكل كبير، خبرات يعني كبيره جدا. لكن خلينا نتكلم بكل امانه، كان اتلتيكو مدريد قادر لزياده عدد الاهداف قبل التعادل طبعا للمان يونايتد، انه يزود الغله هدف وهدفين، ولكن يبقى المان يونايتد بالرغم ان هو اداؤه لم يكن اداء بالشكل الجمالي، لكن قادر في اي وقت انه يرجع للمباراه مره ثانيه. بالظبط يا كابتن، بيعتمد على حاجه مهمه جدا مانشستر يونايتد، على الدفاع قوي زي منتخب مصر كده، ما شفناه في بطوله افريقيا منتخب مصر، الفرقه تهاجم وبتعمل هجمات خطيره جدا، ولكن كان عنده دفاع قوي. مانشستر يونايتد عنده دفاع قوي برغم الاهتزاز اللي شفناه امبارح في قلبين الدفاع، ماجواير ورافائيل فاران، كان في اخطاء كتيره، والدليل كره فيرزاليكو اللي احنا بنقول عليها دي، الهيد اللي طلع وسطهم ولعب الكره باريحيه كبيره وقدر يعمل الهجمه دي، برده في اخطاء في الدفاع. ولكن الشوط الثاني هي دي دور المدرب اللي انا بقوله، رالف رانجيك عمل بعض التغييرات المهمه جدا، لما نزل وان ارون بيساكا الظهير الاساسي بتاعه اللي هو كان بيلعب عليه ليندلوف، واللي دايما الصحف الانجليزيه بتنتقده، انت ليه بتلعب بفيكتور ليندلوف وراكن طبعا وراكن بيساكا لما نزل اختلف الشكل خالص الهجوم. نزل الاكتشاف اللي انا بقوله اكتشاف رانجيك، الولد السويدي الصغير إيلانجا اللي قدر يحقق لهم التعادل، اللي سجل هدف التعادل بعد ما نزله، ده برضو اكتشاف المدرب، ده هو اللي كان موجود في الفرقه وما كانش حد يعرف عنه حاجه. انا هنتكلم كمان على التغييرات، ان مدرب بيغير الظهير الايمن والظهير الايسر علشان كمان يزود، وهو محتاج يجيب جول، فدي كمان ظاهره هنتكلم عليها. لكن الاحصائيه قدام حضراتكم طبعا 1-1، الفرص هتلاقوا الفرص لمانشستر يونايتد هي الفرصه اللي جات له احرز منها هدف، في حين اتلتيكو مدريد عنده 5 فرص للتهديف، وكان فيها فرصتين يعني 100% اهداف، احرز هدف واحد. النسب الاهداف المتوقعه كانت اكيد لاتلتيكو مدريد بنسبه كبيره 1.4، الاستحواذ لصالح المان يونايتد 60 تقريبا 60-40، تمريرات نسبه التمريرات صحيحه للمان يونايتد 85 لاتلتيكو مدريد 76، تصويبات على المرمى المان يونايتد سدد 7 تصويبات منهم 2 على المرمى ما بين القائم والعارضة. في الجانب الآخر أتلتيكو مدريد 13 تصويبة هي الوحيدة اللي جت منها الهدف لأتلتيكو مدريد، 10 عرضيات لكل فريق، 3 ركنيات للمان يونايتد مقابل 8 لأتلتيكو مدريد. إيهاب، عايز أقول لك على التغييرات في مفهوم المدربين، المدرب متأخر بهدف وعايز يعوض، فبيشيل الباك اليمين والباك الشمال وبينزل راس حربة فريش، عنده لينجا لعيب مميز جدا، عنده طاقة وعنده تحركات رائعة شفناها في الهدف اللي أحرزه. شايف رالف و
مصيره بقى مع المان يونايتد، هل هنشوف رالف كمان هو المدير الفني للمان يونايتد السنه اللي جايه، ولا دخول زين الدين زيدان بتوصيه من رونالدو هو اللي هيكون متواجد في البريمير ليج؟ كلها كابتن بتعتمد على النتائج، دي لا جدال فيها. الراجل عامل طفره، عامل طفره. سير اليكس فيرجسون كان ليه تصريحات من يومين اتكلم على الراجل وقال انه ماشي كويس جدا، رغم ان سولشاير كان هو الداعم القوي ليه والكبير هو سير اليكس فيرجسون، ولكن نجاحات رالف رانجيك حاليا حتى في الدوري الانجليزي يا كابتن بيتكلم مانشستر يونايتد ماشي كويس جدا في الفتره الاخيره، النتائج اتحسنت، ابتدى يغير مكانه في الترتيب، ابتدى يعلى ستيب باي ستيب، بيسيب خطواته وبيعدي. امبارح شفنا التغييرات زي ما حضرتك بتتكلم عليها، راجل في الجبهه اليمين شال لندلوف، نزل وان ارون بيساكا، بوجبا ما كانش موفق قوي شاله، ودي كان تغيير عبقري الحقيقه. صحيح. ونزل ماتيتش، ماتيتش لعيب رائع، عنده هايل، لعيب رائع، امكانيات رهيبه يا كابتن في نص الملعب. نيميا ماتيتش لما نزل سيطر، بجانب التغيير بتاع راشفورد الغير موفق تماما في مباراه امبارح اللي كان تايه في الملعب. صحيح. ونزول ايلانجا زي ما حضرتك قلت، مهاجم شاب، مهاجم بينتظر مستقبله، بيلعب جناح وبيلعب في الهجوم، بيلعب نص ملعب مهاجم، عنده امكانيات كبيره. قدرت التغييرات دي انها تمنح افضليه لفريق مانشستر يونايتد في الجانب الهجومي، بجانب ان احنا زي الارقام ما شفنا من شويه ان الاستحواذ اساسا طوال المباراه مانشستر يونايتد 59% هو المستحوذ، وده في ملعب مدريد متروبوليتانو، ملعب اتلتيكو مدريد، فالفرقه كانت مستحوذه. شكلك مقتنع برالف وبدات تعجب بيه. تعال نشوف مع حضراتكم رالف رانجن المدير الفني للمان يونايتد قال ايه بعد التعادل المهم جدا امام اتلتيكو مدريد 1-1.